اسمعوني كلكم، طبعا انتوا ما تعرفونيش، لكن مش مهم. انما اللي عايزكم تعرفوه ان الولاد يعتبروني زي اخوهم بالظبط، والبنات يعتبروني زي اختهم بس مش بالظبط. يعني اي واحد معاه كتاب اجنده بلوك نوت يطلعه بهدوء. بايه؟ بهدوء. ماشي؟ كله يخلص نفسه بسرعه. والله العظيم انت راجل طيب. انا هديكوا ضهري اهو. ميمة ميمة، الإجابة هنا كلها. من 100 إلى 920. ده انجليزي يا ابني. كله يقف مكانه، كله يقف مكانه. ده امين شرطه يابا مش مراقب. كتب كتب ومراجع. اتفقنا نغش. يبقى عندكم ذمه، يبقى عندكم ضمير، مش كتب ومراجع. غشوا من حاجه صغيره يا اخي، برشامه، اي حاجه، مش كتب ومراجع. افرضوا عز عليا مفتش الدور دلوقتي، اودي وشي منه فين؟ كل واحد يطلع برشامه. حاضر. اي حاجه وبهدوء. هديكوا ضهر. الله يخليك يا بيه، الله يخليك. ده مجنون رسمي. ايه؟ لا يا بيه صاحبي عبيد، صاحبي عبيد. هو النهارده مادة ايه يا تاريخ. تاريخ يا بيه. طب ماشي، ده السؤال الأول. وراح بقى منعم ربنا يسترها معاك. لا لا لا، ده السؤال الثاني. سلوى سلوى. نعم. هو نابليون كان في السيارة العربية؟ نابليون ولا مين يا انت عارف؟ استنى، أنا هدي لك كل حاجة. سلوى. أهو أهو السؤال بتاع نابليون أهو. طب اسبله لي وأنا هقول لك. ده تاريخ عربي يعني. منعم؟ ولا منعم؟ ايه؟ مين اللي فتح كوبري عباس على المظاهرات على الطلبه؟ عمر الحريري. يا اخي مش الفيلم، في الحقيقه. فريد شوقي. الله يخرب بيتك، انت عايز تسقطني منعم؟ هو انا عارف حاجه؟ هو انا عارف. انا سيبني سيبني. هتروشنا في امك. حل بهدوء، غش بهدوء. حاضر يا بيه. معلش يا بيه. معلش. يلا كمل كمل كمل. اكتب السؤال الاول 14 درجه. 14 درجه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.